السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث. سنناقش في هذه الحلقة معاناة مرضى الفشل الكلوي وجهود الحكومة والمنظمات الإنسانية في دعم وتموين مراكز الغسيل وإنقاذ الضحايا. إذن مشاهدينا، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن أكثر من 4300 مريض بالفشل الكلوي مهددون بالموت إذا لم يحصلوا على العلاج في أقرب وقت. وأوضحت المنظمة أن مراكز الغسيل الكلوي والتي لا تزال تعمل في اليمن على وشك الانهيار، حيث تكافح هذه المراكز منذ بداية الحرب من أجل الحصول على المواد الأساسية اللازمة لجلسات الغسيل الكلوي. هذه التحذيرات والمناشدات تأتي بعد سيل من المناشدات لإنقاذ الوضع الصحي في البلد، وعلى وجه الخصوص مراكز الغسيل الكلوي. وبالصوت والصورة يزدحم مئات المرضى وتكتظ بهم مراكز الغسيل في مدن اليمن، في ظل صرخات واستغاثات بإنقاذهم من الوضع الذي يعيشونه في ظل الظروف المتدهورة التي تشهدها المراكز والأقسام نتيجة انطفاء التيار الكهربائي وانعدام الوقود ونقص المحاليل الطبية اللازمة. وبعد أن انخفضت ساعات الغسيل وتقلصت الجلسات الأسبوعية للمرضى، الأمر الذي يقلص من إمكانية الحياة. نتوقف عند هذا القطاع الصحي الأكثر تضرراً وملامسة واقع وظروف مرضى الفشل الكلوي على وجه الخصوص، والاطلاع على الجهود الحكومية والمنظمات الإنسانية في دعم وإنقاذ مراكز الغسيل في عموم البلاد. لكن مشاهدينا، قبل أن نبدأ نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. نصف حياة هنا ونصف أمل، لكن الفشل في النجاة لا يجد الوقت الكافي للاستلقاء على سرير كهذا. وكهؤلاء المرضى على أسرة قسم الكلى بمدينة تعز، تبدو فرص البقاء ضئيلة بالنظر إلى حالتهم الصحية المتدهورة وظروف المستشفى بشكل عام. منكوبون على أكثر من صعيد، إرهاق المريض وأسرته نفسيا وجسديا، وتعب الغسيل ورعب الفتك الذي يتربص بهم في غرف لا يسمع فيها سوى صوت أجهزة الإنعاش والأنابيب الموصولة وآهات المرضى. تقول منظمة أطباء بلا حدود في اليمن إن أكثر من 4000 مريض بالفشل الكلوي مهددون بالموت بسبب قلة المواد الطبية الضرورية المتوفرة في البلاد. تضيف المنظمة في تقرير حديث لها أن هؤلاء المرضى يحتاجون عادة إلى 3 جلسات غسيل كلوي أسبوعياً، لكن وبسبب الظروف الحالية فإن معظمهم لا يستطيع الحصول إلا على جلستين فقط، بعد أن اضطروا لتخفيض ساعات الغسيل أو التنازل عن واحدة أسبوعياً بحكم أوضاع الحرب ونقص المؤن وانعدام الوقود والديزل المشغل للمولدات الكهربائية بالتزامن مع انطفاء التيار، فضلا عن القدرة الاستيعابية المحدودة لمراكز الغسيل بالمجمل. الحكومة وهي المعنية بتوفير ما يلزم من متطلبات للمراكز الصحية والمستشفيات بقيت غائبة، وظلت تسترق السمع لصرخات ومناشدات الأهالي والمنظمات المحلية. وكأي ملف إنساني آخر، ظلت الحكومة تتعامل مع المراكز الصحية في البلد دون المستوى وبقليل من الاهتمام وكثير من الإهمال. حتى المنظمات الإنسانية طال غيابها أيضا، وحضرت دونها التحذيرات والتقارير المنددة بما وصل إليه الحال. يوم بعد آخر تتفاقم معاناة مرضى الفشل الكلوي في ظل القتال الدائر واستمرار حلقة الحصار، فيضطر بعض المرضى لقطع المسافات الطويلة رغم الظروف الاقتصادية الضاغطة والسفر إلى حضرموت والمناطق شبه الآمنة لتعاطي الغسيل، وذلك بعد أن أقدمت بعض مراكز الغسيل وخاصة في تعز على الإغلاق جراء افتقارها لإمكانيات التشغيل ونقص المحاليل الطبية اللازمة. إذن مشاهدينا، نبدأ النقاش مع ضيوفنا. سينضم إلينا من صنعاء نجيب أبو أصبع مستشار وزير الصحة لأمراض الكلى، وأيضا سينضم إلينا من تعز رئيس أو نائب رئيس قسم الكلى بمستشفى الثورة الدكتور يوسف الذكري. نبدأ معك دكتور، مساء الخير. دكتور يوسف، أنتم في تعز سبق وأن تحدثت التقارير عن كارثة صحية في مختلف القطاعات، أنتم في مركز الغسيل الكلوي، كيف تصف لنا الوضع لديكم؟ والله الوضع مأساوي بمعنى الكلمة. هنالك مرضى لقوا حتفهم نتيجة المرض، ومن بداية الأحداث حوالي 40 مريض توفوا نتيجة الفشل الكلوي وعدم إجراء الغسيل لهم. نعم دكتور، يعني ما هو وضع المركز حاليا؟
والله الا ان وضع المركز مستقر ذاتيا، ولكن ننبه ان هنالك ستحصل كارثه عظيمه خلال الايام القادمه نتيجه لاستراتيجيه البنك المركزي لايقاف الميزانيه التشغيليه لجميع المراكز والمستشفيات وجميع المؤسسات. نعم. فهذا ينبه بحدوث مشكله كبيره لعدم توفر الامكانيات للتشغيل. نعم، هل لديكم احصائيه بعدد المرضى الذين يعني يجرون عمليه الغسيل في هذا القسم؟ عدد مرضى الذين يحتاجون الى الغسيل؟ طبعا موجود، ولكن هم حوالي من 200 الى 220 مريض يتم استقبال من 66 مريض الى 70 مريض يوميا. نعم. طيب دكتور، تكرم بالبقاء معنا. نعود الى نجيب ابو اصبع، مستشار وزير الصحه لامراض الكلى من صنعاء، ينضم الينا. سيد نجيب، مساء الخير. اهلا، مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بك سيد نجيب. يعني انتم في وزاره الصحه، هل لديكم احصائيه بعدد مرضى الكلى؟ يعني وما هي المشاكل التي تواجهونها في المراكز في عموم محافظات الجمهوريه؟ شكرا جزيلا. متعرف انا الدكتور نجيب ابو اصبع، استشاري امراض وزراعه الكلى اولا، ومستشار وزير الصحه السابق منسق امراض وزراعه الكلى. نعم، اهلا بك. المشكله كبيره وحجمها اكبر وتتزايد يوما بعد يوم نتيجه للحصار، نتيجه لعدم وجود الموارد وانقطاع الميزانيه في وزاره الصحه. وزاره الصحه كانت تقوم بعملها على اكمل وجه، ولكن لعدم توفر الموارد داخل وزاره الماليه وانقطاع الدعم المستمر، اصبحنا فقط نعول على المنظمات الدوليه وعلى راسها منظمه اطباء بلا حدود الهولنديه والاسبانيه ومنظمه الصحه العالميه. نعم. المشكله طبعا في التزايد، لدينا اكثر من 7200 مريض على الغسيل الدموي بحاجه الى اكثر من 700,000 جلسه سنويا، لا يوجد لدينا الا ما يقارب من 500,000 جلسه، وهناك بعض المراكز قريبه الانتهاء لولا الدعم الاخير من منظمه اطباء بلا حدود الهولنديه التي دعمت وزاره الصحه ب 120,000 جلسه بما يعادل 1.5 مليون يورو، وهذه كانت يعني كميه اسعافيه منقذه لوزعت لبعض المراكز كمرحله يعني مرحله اسعافيه فقط، لكن هناك بعض المراكز للاسف الشديد على وشك ان تنتهي المحاليل. وبالمناسبه اليوم كنا في فندق سبا ندوه خاصه بهذا الخصوص بعنوان الغسيل الكلوي قرب الانتهاء والفاجعة الكبرى التي ممكن تحصل، وكان في حضور فيها الوزير الصحة والمهتمين ووكلاء الشركات وفاعل الخير والمنظمات الدولية، وتم توجيه نداء عاجل إلى المنظمات الدولية للوقوف بجانب هذه الشريحة التي تحتاج إلى مساعدة الجميع نظرا لقرب انتهاء المحاليل. يعني نعم، يعني يتساءل الناس عن جهود الحكومة ودورها في يعني في جميع القطاعات، ولكن تحديدا في القطاع الصحي ومراكز الغسيل الكلوي. يعني الناس يقولون لا يوجد شيء ملموس قدمته الحكومة في هذا الجانب. أنا لا أدري عن أي حكومة نتكلم الآن، نحن في وضع استثنائي في هذا البلد، ونحن أطباء أخصائيين نتكلم بما يهم، لكن نحن نتحدث عن وزارة الصحة كممثل للحكومة بهذا الجانب. وزارة الصحة تتلقى إيراداتها من وزارة المالية، تتلقى الموازنة من وزارة المالية، وزارة المالية الآن لم تستطع الإيفاء إلى حد ما برواتب الموظفين، فما بالك بالنفقات التشغيلية للمراكز الغسيل وغيره. يعني وزارة الصحة تعاني، بتحاول أن تقدم ما تستطيع عليه ممثلة بقطاع الطب العلاجي، وهناك صعوبة جديدة لا توجد، الشركات محتاجة، الشركات التي كنا بنعمل معها مناقصات إلى الآن لدى الدولة يعني مئات الآلاف الدولارات ديون على الدولة لم تستطع الإيفاء بها، ونحن خلال الآن سنة ونص من الحرب، فمن أين تلك الموارد تأتي؟ فوزارة الصحة عديمة، يعني فقط لها نداءات محاولة تجميع ليس للمراكز الغسيل ولكن أيضا للأمراض المزمنة وكذلك علاج الزارع الكلى والذي عانينا وما زلنا نعاني. نعم. الى الان يعني. نعم، يعني انت تحدثت. لا اشيل العتب على وزاره الصحه، لكن نعم.
تحاول بقدر ما تستطيع أن تعمل. ليس وزارة الصحة تحتاج إلى أموال، والأموال وزارة المالية، ووزارة المالية تقول أنها لا تملك أي إيرادات مالية حتى تقوم تفيد بعهد الموازنة التشغيلية للمراكز. نعم، تحدثت أيضا عن أن هناك بعض الدعم يقدم من بعض المنظمات لوزارة الصحة في هذا الجانب، في جانب دعم مراكز غسيل الكلى. يعني ما هي آلية توزيع هذا الدعم المقدم للمراكز المنتشرة في عموم محافظات الجمهورية؟ يعني هل هناك يعني ارتباط بالدور الذي تقدمه وزارة الصحة في الجانب السياسي؟ يعني هل هناك اعتبارات سياسية في هذا الجانب، أم أن المعونات تقدم بدون أي اعتبارات؟ نحن نحاول بأن نبذل جهدنا، ووزارة الصحة نحاول أن نعمل بشكل مهني بعيدا عن السياسة، لأنه نتعامل مع مريض يتعرض للخطر للموت لأنه بحاجة لعمل غسيل ينادي من أجل البقاء للحياة. نحاول أن نبتعد كثيرا عن السياسة، وللأمانة يعني لدينا غرفة عملية المركزية لوزارة الصحة، يتم التواصل مع كل من المراكز في الجمهورية اليمنية وخاصة في المناطق الشمالية، يعني مثل تعز وإب وحجة وصنعاء وصعدة والحديدة، لأنه المراكز كثيرة جدا. نعم. إلا مراكز عدن في الفترة الأخيرة وحضرموت تدعم من قبل مركز سلمان، فأصبح التواصل معهم ليس بالشكل التام، لكن نحن على تواصل على المراكز بعيدا عن السياسة نهائيا، ونعمل بشكل مهني بقدر ما نستطيع لخدمة المرضى. نعم، تكرم بالبقاء معنا دكتور. نعود إلى ضيفنا الآخر الدكتور يوسف الزكري. يعني دكتور، أنت تتحدث عن أن المركز حسب ما فهمنا من حديثك أن المركز ما زال يعمل في تعز، لكن ما مدى القدرة الاستيعابية لعمل المركز في الفترة الحالية، خصوصا مع الكم الهائل للأمراض المتقدمين لهذا المركز أو القادمين لهذا المركز؟ نحن خصوصا نشكر بعض المنظمات التي دعمت وما زالت تدعم بتوفير المياه اللازمة وبعض الأدوية لمرضى الفشل الكلوي في تعز، ولكن نحن الآن مستاؤون ومستاؤون بشكل كبير نتيجة لإيقاف الميزانية التشغيلية للمراكز، والذي قد ينبئ أن تحدث هنالك كارثة كبيرة جدا. نعم. لعدم قدرتنا على تشغيل المركز، لذلك نرجو أن يتساعد الجميع مع هؤلاء المرضى. نعم، يعني أنت قلت يعني كما سألتك أنه هناك من خلال حديثك فهمنا أن المركز ما زال يعمل، ما هي القدرة الاستيعابية لهذا المركز حاليا؟ والله نحن نعمل على 3-4 فترات، كل فترة 22 مريض يوميا، يعني نعم. معدل 66 مريض، وقد تتجاوز هذا الرقم إلى أن تصل إلى 70 أو 75 مريض يوميا. نعم، فيما يتعلق بالتواصل بينكم وبين وزارة الصحة، هل هناك أي دعم يصلكم من هذه من الوزارة أو أي تواصل في شأن إمدادات المركز؟ والله المركز نتواصل مع جميع الجهات وجميع المنظمات وجميع الجهات الخاصة والحكومية. نعم. لأجل استمرار المركز بالعمل. لكن ما يعني ما طبيعة يعني التواصل بينكم وبين وزارة الصحة؟ هل هناك أي تجاوب أو أي دعم في هذا الجانب؟ بالنسبة لوزارة الصحة نحن يعني مستائين من الجانب هذا، كونه قبل 3 أشهر أو شهرين يعني تم احتجاز الشحنات وتصدير جزء كبير منها إلى باقي المراكز مثل المستشفى العسكري، فهذا مستائين من جهة مكتب الصحة لعدم تعاونه في إرجاع ذلك المواد كونها خاصة بمركز الغسيل من مستشفى الثورة ومن ميزانية مستشفى الثورة الخاصة يعني. نعم، إذا أشكرك دكتور يوسف الزكري نائب رئيس قسم الكلى بمستشفى الثورة، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. نعود بالسؤال إلى الدكتور نجيب أبو أصبع. دكتور نجيب، يعني منظمة أطباء بلا حدود قالت إن أكثر من 4300 مهددون بالموت. ما هي الإجراءات التي يفترض بوزارة الصحة والحكومة اتخاذها من أجل إنقاذ هؤلاء؟ على ضوء هذا الكلام وعلى هذا النداء تم اليوم عمل ندوة
بشكل طارئ يعني للمطالبة وللعمل نداء للمنظمات الدولية وللفاعلية الخير في هذا البلد وللتجار وللشركات الداعمة بمساعدة وزارة الصحة في هذا المجال. وكذلك ندعو الإخوة المشرفين على مركز الملك سلمان بالاستجابة إلى هذا النداء. نحن نتكلم بشكل مهني بعيدا عن أي سياسة، نحن نحتاج إلى المحاليل وعلى استعداد لتقبل أي مساعدات من أي دولة كانت. نحن نتكلم بشكل مهني، يهمنا هذا المريض، نتقبل مساعدات من السعودية من إيران، لا يهمنا من أين نأتي. نحن بحاجة لهذه المحاليل لإنقاذ آلاف المرضى، والذين خلال الآن أنا أؤكد أن كل المراكز عدا مركز حرض الذي دمر، كل المراكز تشتغل تعمل الآن بطاقتها، ولكن قريبا قد تنفذ المحاليل، مع العلم أن لدينا 33 مركز في الجمهورية اليمنية وهذه غير كافي، منها 13 مركز بدعم حكومي بدعم فاعلية الخير و16 مركز بدعم حكومي. لهذا ننادي كل الجهات، سواء السلطة القائمة في هذا البلد حاليا وكذلك السلطة خارج البلد ومركز الملك سلمان وكل المنظمات الدولية وعلى الصحة العالمية، بسماع هذا النداء ومساعدة هذه الشريحة من المرضى، نطلب ونتوسل من الجميع الوقوف وقفة جادة أمام هذا الوضع الكارثي الذي نتوقعه قريبا. نعم، يعني دكتور، ما مدى التنسيق بينكم وبين يعني وزارة الصحة يعني التابعة للحكومة الشرعية، وأيضا للتنسيق مع مركز الملك سلمان في توحيد الجهود لمواجهة هذه الكارثة التي تحيط بآلاف المرضى؟ للأسف الشديد لا يوجد أي تواصل. كانت في بداية المشكلة أو بداية الإزمة كان هناك تواصل مع الدكتور الدكتور وزير الصحة المعين من قبل الحكومة الشرعية، وكذلك مع الدكتور مع الأخ وزير الإدارة المحلية لمحاولة إسعافنا في كميات كانت هذه في تقريبا قبل أكثر من سنة، وبعد ذلك لم يحصل أي تواصل نهائيا للأسف، لم يحصل أي استجابة جديدة حاليا، والأمر يهم الجميع وهذا المواطن يهم الجميع. السلطة الحالية الموجودة في هذا البلد والسلطة الذي خارج البلد، على الجميع أن ينظر بنظرة إنسانية ومهنية إلى هذه الشريحة بعيدا عن السياسة والمواحكة السياسية التي تؤذي هذا المواطن البسيط. نعم دكتور، يعني ماذا عن الوضع الصحي في تعز، يعني خصوصا مراكز الغسيل الكلوي في ظل هذا الحصار؟ هل تتابعون أوضاع المدينة الصحية يعني الصحية أولا بأول أنتم في الوزارة؟ نحن على تواصل مستمر، ولدينا غرفة العمليات المركزية في وزارة الصحة وعبر الويبسايت وعبر الواتساب، وتواصل شبه يوميا مع مدير المستشفى ومع القائمين في الغسيل، وفي التواصل بشكل مستمر، ونحاول أن نعمل شيئا. وضع تعز وضع استثنائي صعب جدا، وصعب وصول المريض، صعب أحيانا وصول المحاليل، يعانوا أحيانا بنقص كثير. نحن نشكي بعدم وجود الديزل والبترول أحيانا مع وجود المحاليل، يعني الموضوع متشعب وكثير وبحاجة لوقوف الجميع في حل هذه المشكلة. نعم، يعني دكتور، يعني سبق وأن أطلقت هيئة مستشفى الثورة في تعز نداء استغاثة للحكومة وأيضا وزارة الصحة، يعني وأيضا المنظمات الدولية بسرعة إنقاذ مرضى الغسيل، لماذا لا يوجد يعني استجابة حتى الآن؟ بالعكس، تمت الاستجابة لهذا النداء، ونحن على تواصل فيهم، وهذه الحالة التي وصلت هي جزء من هذه المساعدات الإنسانية، وأحيانا وغالبا المنظمة الدولية هي التي تتولى توزيع هذه المساعدات بشكل هي مساعدات عينية، هي التي تقوم بتوزيعها وبالعكس وإحضار المواصلات لنقل هذه، ولكن هناك صعوبات قد توجد بين حين وآخر من ذاك الطرف أو الآخر، ونحن كأطباء وكمنظمة دولية نحاول أن نوصل هذه الخدمة بدون معاناة، لكن للأسف تحصل عرقلة من هنا وهناك، نحاول نتغلب عليها بقدر الإمكان. إذن الدكتور نجيب أبو أصبع مستشار وزير الصحة لأمراض الكلى، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. في الختام لا يسعني إلا أن أشكر جميع ضيوفي، كان معي
نائب رئيس قسم الكلى بمستشفى ثورة في تعز الدكتور يوسف الذكري، وأيضا الدكتور نجيب أبو أصبع مستشار وزير الصحة لأمراض الكلى كان معنا من صنعاء. ختاما مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وتحيات معد الحلقة زميل محمد القاسم، وتحيات جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.